فانا بس بحذر الشباب من استخدام الادويه ديت، الستروكس، الفودو، كريستال ماث، ده مش سينتيتك كانابينويد ولكنه برضو خطير جدا، والايس، الحاجات دي كلها ممكن الواحد ياخدها على اساس ان دي اكثر امانا وما تبانش في التحاليل، بس اثارها على الصحه اسوأ بكتير جدا. ايه بقى اثرها على الصحه؟ عشان انا بقول لحضرتك دي ممكن تسبب انتحار، ممكن تسبب تشنجات، ممكن تسبب اعراض ذهنيه شديده تخلي المريض زي المجنون. في كمان حاجه جديده اسمها الفلاكه، الفلاكه ده بيزود ماده في المخ اسمها الدوبامين، بيخلي الواحد عنده احساس بالطاقه لدرجه ان هو ممكن ياكل الناس، بيسموه الزومبي دراج، ان هو ممكن يتهيأ له اللي قدامه انه عايز يعضه، وفعلا حالات ريبورتد، حالات زي كده. الادويه دي اخطر بكتير من الحاجات دي. انا حتى بقول نصيحه يعني، بقول لهم لو هتشربوا اشرب الحشيش الطبيعي، ده اكثر امانا من الحاجات. ولا الحشيش الطبيعي بصراحه؟ لا ده انا بقول لحضرتك يعني يعني المخلقات الحشيش الطبيعي افضل من اكثر امانا من الحاجات دي للاسف الشديد، والناس بتاخدها على وكل يوم بيطلع حاجه جديده، يعني السوق بتاعها ما بيخلصش. احنا دلوقتي مثلا دخلنا الستروكس تبع المواد اللي هي المحظوره، بس كل شويه بيطلع ماده جديده احنا ما نعرفهاش، بنكتشف بعد كده انها من المواد اللي تبع المجموعه ديت، فبحذرهم من تجربه اي حاجه. طيب من المواد ليه دي. ليه